كان زواج خلود ونضال أول زواج مدني يعقد في لبنان، انتصار ظن كثيرون أنه سيفتح المجال أمام كل من يرغب في الزواج مدنيا في بلده، إلا أن عراقيل وصعوبات مفتعلة تواجه أكثر من 30 ثنائيا تزوجوا مدنيا منذ العام 2013 وحتى اليوم، لأنهم تحت رحمة وزارة الداخلية ومصلحة النفوس اللتين تماطلان في إصدار إخراجات قيد عائلية تثبت تلك الزيجات. فاليوم أي عرقلة بهالمجال هي بتجي بإطار مخالفة صارحة لكل القوانين بطلعها الدستور. هلأ ليش عم بيصير هيك؟ شو عم بدنا نسأل اللي عم بعرقل ليش عم يعمل هيك؟ في عنا انطباعات قد يجوز إنه في نية لمعاقبة هالأشخاص اللي شطبوا الإشارة وجرى يقولوا نحن مواطنين مش رعاية طوائف. إحنا مجموعة مواطنين بالألف عم بيقولوا لهم ما فيكم تتزوجوا بلبنان، ما بعرف إذا هذا الجواب مقبول ببلد عنده دستور رائي جدا. رواد ورشا شطبا مذهبهما عن إخراجي قيدهما، وبعد معاناة عقد الزواج المدني رزقا نتاشا، ولكن نتاشا لا تملك هوية لأن الأهل لم يتمكنا من الحصول على إخراج القيد العائلي. ما بده يمشي الموضوع نهائيا بحجة أنه هو ما في سجل عدلي يثبت أنه أنا متزوج، مع أنه إحنا أبرزناه وثيقة زواج، أبرزناه لعقود الزواج، أنه حتى وقف لي شهادة الميلاد ما أصدر لي إياها لحتى جبت الملف من الوزير رفعه شخصيا وقدمناه له إياها. بتوجه للوزير مشنو انه يبلش ويكون شجاع بهذه الخطوه وما ياجل ابدا. اذا هو فعلا مثل ما قال من يومين ثلاثه انه هو بده يواجه القوى الظلاميه الموجوده بالمنطقه. حسين وزوجته الايطاليه ليفيا ايضا عانى طوال 3 أشهر من محاوله انهاء معامله زواجهما المدني في لبنان. تنقلا كثيرا ودوائر الدوله اتفقت على تعجيزهما. لما رحت على بعبده حولوني على دائره نفوس نبطيه لانه انا نفوس بالنبطيه. طبعا نوطي حولني على الامن العام انه بجيب ورقه من امن عام، بس ما حدا تسال ليه بيقول لك انا ما خصني ما بعرف. بس هلا انا لانه شايف طايفتي هلا ما في لا سجل مدني ولا سجل زواج ديني، قاعد بالنص يعني لا معلق ولا مطلق يعني. حسين سيذهب ليتزوج مدنيا مره ثانيه في قبرص لينهي المساله، فيما مماطله مصلحه النفوس في وزاره الداخليه باصدار اخراجات القيد تلك تهدد حياه ثنائي تزوج مدنيا في لبنان ويعيش في احدى دول الخليج. مستقبل هذا الثنائي وغيره بخطر، والسبب أن أحدا ما في وزارة الداخلية لا يرغب في الاعتراف بحقهما وحق أي ثنائي بالزواج مدنيا في لبنان، ويريد معاقبتهم على خروجهم عن طوع ملوك الطوائف.